اكتب العدد التالي بالصيغة القياسية. 1 و1 من 10 ضرب 10 أس سالب 4. صيغة قياسية تخلص من العشرة. الأس هنا إيش؟ سالب. إذا نحرك الفاصلة لليسار 4 خانات. هذه 1. هاي 2 3 4 وهذه الفاصلة هنا. على اليسار بنحط الفاصلة. إذا 1 11 هنا وهاي 3 أصفار. إذا الخيار ألف هو الخيار الصحيح.